بعد انخفاض نسق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس، بدأت المؤسسات الجامعية تستعد تدريجياً للعودة الرسمية باعتماد المستوى الدراسي. العودة المقررة ليوم 8 من جوان المقبل ستكون وفقاً لبروتوكول صحي بالاتفاق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، حيث يتم ابتداء من غرة جوان إخضاع الإطار الجامعي من أساتذة وطلبة إلى إجراء 1700 تحليل سريع لتقصي فيروس كورونا. الطلبة واللي قريوا في التعليم العالي التقصي باش يكون أيام الاثنين والثلاث والاربعة والخميس والجمعة، وبالنسبة للمتكونين متاع التكوين المهني باش يتم عملية التقصي يوم السبت المقبل 6 جوان. بالنسبة للطلبة عندنا أعداد كبيرة حسب تقريب توا اللي باش يرجعوا توا نهار 8 جوان، حسب تقريب 13000 قسمناهم على الخمسة أيام هذوما متاع التقصي حسب شهر الولادة متاعهم. اللي مولودين في الأشهر الفلانية يجيوا في التاريخ الفلاني باش ما يصيرناش الاكتظاظ. وكان وزير التعليم العالي سليم شورى قد أكد أنه سيتم العمل على تنظيم امتحانات الدورة الرئيسية ودورة التدارك ومناقشة مشاريع ختم الدروس قبل موفى شهر جويليا المقبل، على أن يتم منح المرونة الكافية لكل المؤسسات الجامعية من أجل إعداد الرزنامة التفصيلية للامتحانات. وحول محتوى الاختبارات، فقد أكد أنها ستتماشى والمضامين التي تم تدريسها للطلبة سواء التي تم تأمينها عبر الدروس الحضورية أو من خلال التواصل البيداغوجي عن بعد الذي تم تأمينه خلال فترة الحجر الصحي الشامل.